النهارده منتخبنا الوطني لكرة اليد عنده لقاء مهم جدا قدام منتخب كاب فيردي في نهائي البطولة الأفريقية اللي بتتلعب هنا في مصر. الحقيقة انه رجالة المنتخب من أول بطولة وهم بيقدموا أداء ممتاز جدا، أداء هايل، بيلعبوا بكل حماس ورجولة وإصرار على الفوز وعلى المكسب، بل بيسعوا كمان لأن يكون في فرق في عدد الأجوال. الكل بيلعب وعينه على النجمة الأفريقية الثامنة، إن شاء الله تكون من نصيبنا ونرفع رصيدنا من النجوم الأفريقية. احنا عندنا 7 نجمات حتى الآن، بنطمح ان يكون عندنا النجمه الثامنه وننافس كمان عشان نوصل. تونس عندها 10 نجوم حتى الان. ان شاء الله ان شاء الله هنكسب وان شاء الله هنوصل وهيبقى معانا الثامنه. منتخبنا الوطني لكره اليد فاز على الكاميرون في المباراه الافتتاحيه بنتيجه 40-17، بعدها فاز على المغرب، وبعدها شفناه كمان فاز على الجزائر، وقبل النهائي ابطال مصر لعبوا مباراه في الحقيقه قويه جدا جدا، شرفونا امام المنتخب التونسي الشقيق اللي برده لعب كويس قوي. كل اللعيبه قدموا اداء بمستوى عالي، فازوا بنتيجه 29-27 لحد ما وصلنا للمباراه الحاسمه. عايزه اقول لحضراتكم احنا كنا حتى هنا بنتكلم ان تونس كان منتخب مش سهل ان احنا نلعبه، لكن قدرنا ان احنا نتفوق ونفوز، والمباراه اللي جايه هتكون من نصيب المنتخب المصري اللي بالتاكيد عنده طموح انه يسعد الجماهير ويفوز بالبطوله. زي ما انت قلت يا شاذلي، ان شاء الله للمره الثامنه يبقى معانا البطوله. كلنا وراهم ان شاء الله وكلنا بنشجعهم، هم رجاله منتخب اليد، والجيل ده من اللعيبه الحقيقه يستاهلوا ان هم يكونوا ابطال القاره الافريقيه، وكمان ان هم يوصلوا. طبعا احنا وصلنا تصفيات كاس العالم ان شاء الله، البطوله العالميه يا رب، بنامل ان هي تكون من نصيبنا، لان هم بيلعبوا بروح وشخصيه المنتخب المصري. ان شاء الله الفوز النهارده هيكون من نصيبنا، لان احنا شفنا المباريات اللي فاتت كانت في منتهى القوه والجديه والروح العاليه، وقدروا اللعيبه بالاصرار والقوه ان هم يوصلوا للنهائي. ده حقيقي، يعني عشان كده احنا عندنا ثقه كبيره في لعيبتنا. ان شاء الله النهارده مصر كلها تتفرج على الماتش وهنشجع، مش محتاجين نقول للعيبه ركزوا لان هم فعلا مركزين، مش محتاجين نقول لابطالنا خلوا بالكم لان هم قد المسؤوليه. احنا عارفين ان انتوا بتعملوا اللي عليكم الزياده، بنشكركم على المستوى المشرف اللي انتوا بتظهروا بيه دايما وعلى الاداء الممتع. بنتفرج على المباريات واحنا مستمتعين بيها، شايفين منتخب حقيقي قد المسؤوليه، قادر ان هو ينافس في بطولات عالميه كمان مش بس افريقيه. المدرب في الحقيقه عنده تكنيكس كده حلوه جدا جدا، هو بيلعب بكل اللعيبه، عندنا اجيال مختلفه في الفريق كلهم ما شاء الله عليهم قد المسؤوليه. احنا طبعا هنشجعكم، طبعا هنتفرج على الماتش، وان شاء الله ان شاء الله نفرح وناخد التمنى. بنصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.